اليوم معانا ليليان، ما شاء الله تبارك الله على صغر سنها إلا أنها عندها موهبة وإرادة قوية. حالك ليليان؟ الحمد لله. طيبة؟ الحمد لله طيبة. أبغاك تحكينا كيف اكتسبتي هذه الموهبة؟ والله وأنا في البداية بديت بـ 2020. حلو. وبالممارسة يعني. حلو، يعني هل بيوم أنتي توقعتي يوم من الأيام إنك تتقنين هذه الموهبة؟ بكل أمانة لا. كنت طيب. أخاف منها. حلو. بعدين إيه بعدين جاء يوم من الأيام شفت فيديوهات ناس تلعبها. حلو. خليني أجربها. ويوم جربتها حبيتها. هل جاتك إصابات؟ ايه جاتني اصابات مره كثير وهذا شيء مره طبيعي لما تلعب سكيت. حلو. ايه وبس ان من الاصابات هذه تتعلم انك تكمل ما توقف.